السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مروحه سقف عطلانه وفصل كهرباء. قبل ما نحكم ان الموتور محروق لازم نكشف ونشوف حاله الموتور. هنفحص بلمبه السريع، طلع منها اربع اطراف، طرفين تقويم موصلين، الفردين التاني بتوع التشغيل فاصلين. هنفتح المروحة على السريع، نبدأ نعمل زرجينة بثلاث مسامير عشان نفك الوشين بتوع الموتور. طلع معانا، نبتدي نفحص الملف. شوف هنا في مخدتين هنا محروقين، هنقرب المسافة، مخدتين واحدة في التقويم واحدة في التشغيل. هنفك الوش التاني بتاع الموتور، خد بالك وانت بتدق عشان ما تخبطش الملفات. هنا عاملين لنا فتحة رفيعة على قد مسمار رفيع، شوف هنا معمول فيها شغل وصيانة. هنبتدي ننظف هنا الضفيرة، السلوك كلها محمصة. هنقطع المخدة اللي هي في ملف التشغيل، طلعها بحرص عشان ما تجرحش المخدات اللي جنبها وما تتهزش. هنا هنطلع السلك بتاع الضفيرة اللي هو ماسك في عمود او ماسورة الموتور عشان سلوك كلها محمصة وتعتبر ناشفة. ثلاث سلوك طلعناهم، في جراب اللي هو المكرونة برضه محمصة من كتر السخونية والحرارة الزايدة. نبتدي نطلع المخدة المحروقة بتاعت ملف التقويم، قطعناها بقصافة ونبتدي نطلعها بالطريقة اللي انت شايفها دي. طبعا انا سامع واحد بيقول ارميها مش هتنفع، لكن المحاولات يا جماعه عشان في ناس مقدرتها ما تجيبش مروحه جديده. شوف هنا لاحم في مخده وسايب مخده سليمه، مخده سليمه اهي، انا مش عارف هو موصل في المخده اللي جنبها ليه. وهنا برضو التشغيل سليم ما بيلمسش مع الجسم بتاع الموتور. هنبدأ نحط عوازل خشب بين المخدات اللي احنا نزعناها في التقويم والتشغيل، تعتبر عوازل عشان المخدة ما تتهزش وتلمس مع الجسم الحديد.
نضمن ان هما ثابتين ما بيتحركوش، هنشيل التوصيله اللي كان عاملها الفني، ونحافظ على المخده، نبتدي نجرح بصنفره عشان نبتدي نلحم في المخدات اللي احنا هنعمل فيها وصلات. لحمنا في مخده، الناس اللي كانت بتسال تقول لك قدامي اربع اطراف سلوك من الموتور، هما الاربعه اهو قدامك اهو عشان تعرف الطريقه. لحمنا واحده في ملف التقويم، وهنلحم في ملف التشغيل، يبقى دول الطرفين اللي معانا، واحد في التقويم واحد في التشغيل. لازم تأكد على اللحام تشوفه مسك كويس. نبتدي عندنا هنا تقويم وتشغيل، شوف بقى الطريقة. هنلحم في التشغيل طرف سلك، يبقى عندنا هنا سلك ملحوم في التشغيل، وهنطلع على التقويم ونربطه معاه. يبقى دي الطريقة يا جماعة، طرف من التقويم وطرف من التشغيل، ده اسمه مشترك اللي هو الكومن. يبقى الأربع أطراف طرفين لحمناهم مع بعض، والطرفين كل طرف لوحده. نتأكد برضو من اللحام، نحط مكرونة عازل، هنبتدي نربطهم عشان ما يتحركوش. يبقى هنا الأربع أطراف بتوع الملفات عملناهم ثلاثة، اتنين مع بعض تشغيل، والاتنين التانيين تقويم وتشغيل كل واحد لوحده، وعملناهم باللون الأبيض عشان يكونوا واضحين. والكومنت اللي هو المشترك عملناه بالأحمر. عملنا سنارة بقى عشان ندخل السلك في الماسورة، ونبتدي نشد نطلعه من الفتحة بتاعته. بقى معانا هنا الثلاث أطراف، نبتدي نقيس ونشوف. تشغيل الكومنت مع التقويم ومع التشغيل كله بيجيب معانا، مفيش تلميس في الجسم كده، الشغل تمام. حط ورنيش بقى مكان تجريح اللي احنا جرحناه في الملفات عشان نلحم. تمسح من الخارج، احتمال فيه ورنيش، هنربط مصابيرنا. هنا طريقة توصيل مكثف، الطرفين المكثف واحد مع التشغيل واحد مع التقويم، والكوميت اللي هو الاحمر ده لوحده، ده اللي هيتوصل في الكهرباء. شوف هنا الكوميت المشترك مع طرف الكهرباء، وطرف الكهرباء التاني مع طرف من المكثف. عزلناهم بالشريط اللحام وربطنا عشان ما ينزلش ويحتك مع حركة الموتور وهو شغال. هنجرب على السريع، شغالة تمام، ننقل على الكهرباء كده تمام. شكرا، سلام عليكم.